حاجه كنت بختلف معاه واقول له دايما هي مدرسه سممنون الرسميه الجديده. قال الاول عقب على كلامه، احنا الصبح مجرد الاستاذ ايهاب ما جاء قعدنا واتناقشنا في نفس الموضوع، وبشكرها لان هي واقفه جنبنا قلبا وقالبا. لازم تكونوا عارفين كده اولاء امور مدرسه سممنون الرسميه الجديده للغات وابنائها، لازم تعرفوا ان ميس جيهان جنبنا قلبا وقالبا، واحنا بالفعل تم بالفعل من العام الماضي تم بالفعل على يد الاستاذ وائل الحديدي. احنا خطبنا التخطيط فعلا ان شاء الله، والفكره اللي في دماغك هتنفذ باذن الله بقياده الاستاذه جيهان، وبنشكرها على وجودها معانا، وبنشكر الاستاذ وائل الحديدي اخويا الكبير كان قلبا وقالبا مع مدرسه سمنود رسميه جدا اللغات. وبقول الفرصه بقى ان انا على المسرح بشكر كل فاكهه الحفله او الكريزه بتاع الحفله طلاب مدرسه سمنود رسميه جدا اللغات. وبعد ما نحط الكريزه التورتايه بقى بتاع الحفله اولياء امور سمنود رسميه جدا اللغات. انا بتكلم النهارده مش بصفتي مدير المتابعه بإدارة سمنود، ولكن بتكلم بصفتي رئيس مجلس امناء مدرسه سمنود الاسماء الجديده، وبفخر ان انا بشتغل مع اخويا وحبيبي مستر ياسر سليمان واسره المدرسه كامله. وبشكر تاني ميس جيهان على حضورها معانا، الاستاذ وائل الحديدي اخويا وحبيبي باشمهندس عميد عجاج نائب رئيس مجلس مدينه سمنود نيابه عن رئيس مجلس مدينه سمنود. بنرحب بيه في التربيه والتعليم، وهو ابن التربيه والتعليم ويغار على التربيه والتعليم، ومفيش شيء بنطلبه منه الا بيكون فورا بينفذه. بشكره شكر خاص اخي وحبيبي باشمهندس عزيز عجاج، اخويا الكبير الاستاذ وائل الحديدي، اخويا المحترم قوي اللي بحبه الاستاذ محمد ابو كف في كل مرحله ابتدائيه، واحنا قريبين من بعض بنلعب كيجي مع ابتدائي، فانا ايه قلت وفار معاه ما بسيبوش يعني. ميس جيهان كل التقدير والاحترام ليكي، انت اختي من قبل ما تمسكي التدريبيات ونعرف بعض كويس، وانت مدير اداره زفته التعليميه، فانا بفخر بصداقتك. اسره اللغه الانجليزيه بالمديريه رحبتونا ونورتونا وشرفتونا، اسره اللغه الانجليزيه باداره سمنود نورتوا دار مدرسه سمنود الرسميه جد اللغات. بشكر اخواتي الفول الصغيرين الاستاذ احمد البدراوي والاستاذ عمر على المجهود الشاق خلال اكثر من شهرين. بشكر كل مس في رياض الاطفال، ودايما بقول اكفأ مسات على مستوى الاداره هي سمنود الرسميه جدا اللغات. وبذكر التربيه العملي ما تزعلوش مني، احنا بنغير بس شويه فمفيش زعل. بشكركم جميعا وشرفتونا ونورتونا، واي مشكله انا موجود في المدرسه يوميا لاولياء الامور، وشرفتونا المره الثانيه ومع الاستاذه جيهان. اسمعوا بقى ايه واتمتعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.